صراحه البكالوريا راه كل شيء كيكبروا بزاف، يعني كل شيء كيهضر عليه كانه وحش هادشي اللي كيخلعنا. ولكن بعد ملي كنمشيو كندوزوه كنتلاقاو بانه راه شي حاجه بسيطه، يعني يعني الاستعداد كيكون الفتره ديال الاستعداد كتكون مليئه ب يعني بطبيعه الحال دوك يعني بالخلعه بالستريس. ولكن في نفس الوقت الواحد فاش كيكون اوريونتي مزيان وفاش كي يعني كيلقى ناس اللي غيدعموه، ناس اللي غيوقفوا موراه كما كنقولوا، غادي توفق. والحمد لله يعني هادشي اللي يمكننا الحمد لله اننا ننجحوا. بعد الباك كنتمنى انتيغري لا فاكولتي دو ميديسين، واذا ما كتبش راه يعني نتمنى ندير انتيغري اون ايكول دانجينيور اللي ندير فيها فورماسيون مزيانه ان شاء الله. نبغي نقدم كلمه شكر، نبغي نشكر الاب والام ديالي، الاسره ديالي لانهم كانوا مسانديني. نبغي نشكر حتى المؤسسه اللي رافقونا وصراحه ما قصروش من جهدهم. كانوا كيجيونا، يعني كانت كتهبط عندنا السيده المديره، كانت كتجينا يعني كدير معنا واحد بعض اللقاءات، كتجيب لنا ناس مختصين في مجال في بعض المجالات. يعني تلاقينا حتى مع طلبه في المدارس العليا اللي يحكوا لنا على التجارب ديالهم. يعني كان دعم الحمد لله، مكننا اننا تكون عندنا واحد لافو كلير ونت للمستقبل ديالنا. هو الدعم كيكون طيله السنه، ما كيكونش ماشي خاص بالليله ديال السنه ديال الامتحان بلوتو، كيكون خلال السنه كامله كتحاول انك توفر الظروف البنيه باش انها تشتغل توجد الامتحانات ديالها في ظروف مزيانه، وكتكون المرافقه ديالها وخاصه المرافقه النفسيه باش ان البنيه ما تحولش هذيك المرافقه لضغط، باش اذا كان الضغط عاود غادي تقدر تكون نتائج عكسيه. الحمد لله ان هذا هو خلاصه الدور ديال الابوين، هو ان المتابعه المرافقه ديال التلميذ في السنه الدراسيه ديالو. دعاء الحمد لله وفق الله سبحانه وتعالى، وماشي غير جات وتوفقات، صراحه كان واحد الجهد، كان واحد لا نفسي لا معنوي، لا كان جهد كبير بزاف، وبالخصوص حنا الوالدين في الدار اللي قرابين ليها، يعني خدمات مزيان وجهدات وسهرات. كنشكركم اولا على الحضور ديالكم للدعم ديال هذا النجاح. هذا النجاح اللي تيجي تثبيت وتتمين لمجهود فريق متكامل يشتغل كخلية نحل لصناعة التميز. وكيف ما كتعرفوا هذا الشيء ماشي جديد على المؤسسة، إنما يأتي تأكيدا التوفيق من الله، ولكن العمل هو متواصل ليل نهار من أجل تحقيق أهدافنا ولله الحمد. أتقدم بالشكر الجزيل بهذه المناسبة والتهانية الحارة لكل آباء وأولياء التلاميذ عامة على تحقيق هذا النجاح. أتقدم أيضا بوقفة احترام وإجلال للطاقم التربوي، لأن الأساتذة في القسم هم صناع هذا التفوق والنجاح. أيضا إدارة تربوية، إدارة تقنية، إدارية، كل من مكانه يضع بصمته في تحقيق هذا التميز. كما أستغل الفرصة لأقدم التهاني لجميع آباء وأولياء تلاميذ المستوى الوطني في ربوع وطننا الحبيب على نتائج اللي حصلوا عليها، والله يرزقهم التوفيق في المسيرة ديالهم التعليمية. وهذا ما يمكنش يحصل إلا في بلد آمن تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده وشافاه وعفاه وأدام علينا نصره وتأييده. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.